السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا على الصوره اليوم فيديو جديد على القناه. هاد النهار غادي نشوفوا الدرس ديال الملاقيه، ملاقيه السنسول كيف ما كتشوفوا اللي كتجي على هذا الشكل هذا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتخليكم مع لا فيديو حتى النهايه، وما تنسونيش من دعمكم للقناه بالاشتراك. اللي باغي ما شاركش مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش من جيم لا فيديو فضلا وليس امرا. الى عندكم شي تساؤل خليو لي في التعليقات. بسم الله على بركه الله، ندوزو نتعرفوا على الملاقيه ديال السنسول او لا زيكزاك. كاين اللي كيقولها زيكزاك وكاين اللي كيقول لها السنسول. صراحه كتجي زوينه وكتطلع يعني تطلع يعني بالزربه ما كتعطلش. كيف ما شفتوا تبت الثوب، عفوا الليبره في الثوب وتبتها في الجهه المقابله. وغادي ندير واحد الغريزه الوسط. كيف ما كتشوفوا البنات، بالنسبه للبدايه كنخدموا بخيط اللي على ثلاثة، تقدروا تخدموا على الحرير مبروم على جوج. ملي كنقول لكم الخيط راني كنقصد لكم به الحرير، انا غنخدم بالحرير على ثلاثة. تقدروا تخدموا بالحرير مبروم على جوج او لا بغيتوا تخدموا على ثلاثة فهو كيجي حتى هو زوين. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا تبت الحرير في الثوب، عاود تبتو في الجهه الاخرى وعمرت واحد الغريزه بيناتهم. دابا غادي ندوزو نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا غادي ندير واحد الضريبه في الثوب، غادي نخليو هذا الخيط هذا يكون مرخوف شويه، نزيرو الضربه في الثوب ولكن هذاك الخيط يكون مرخوف شويه ماشي مزير. يبقى لنا هذا الخيط هذا كيف ما كتشوفوا مرخوف على هذا الشكل هذا. نتمنى يكون هذا الشيء باين. وغادي ندوزو لهاد الغريزه هذه اللي خدمناها يعني ما بين الثوب، غادي نهزو نضربوها في الوسط. هاد الملاقيه هذه فهي كتقدري انك تجمعي هاد الغرزه كامله، هي باش غنمشي معكم انا، وتقدروا انكم تبقاو تهزوا فيها غير تضربوا غير الغريزه هكا في الوسط تجي حتى هي زوينه. انا غادي نبقى نجمع معكم هذه كبدايه، غادي نهز انا غير نضرب غير في الغريزه في الوسط على هذا الشكل هذا بواحد الغريزه اخرى. على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا كنتحصلوا على هاد جوج خيوطه، هو واحد هو الثاني. بالنسبه لهاد جوج خيوطه غادي نجمعوهم بالحبكه، دائما ما نتلفوش ما بين الحبكه والغرزه. الحبكه كتكون على هاد الشكل هكا، كيكون الحرير ضاير وكندخلو في وسط منه. يعني انا غنجمع هاد جوج خيوطه هادو على هاد الشكل هذا وغادي ندخل في وسط من الدائره. راه الخيط ديالي داير على هذا الشكل صافي، وكتكون هذه هي الحبكه كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. غادي نضرب في الثوب. بالنسبه للبنات اللي عاد تيتعلموا من الاحسن انكم تعلموا في الثوب ديال المليفه، تيكون يعني قاصح تيجي فيه التعلم مزيان حسن من هاد التواب هادو هكايا ديال جوهره ولا صافي. هنايا عاد نثبت الغريزه ديالي اولا الضريبه ديالي في الثوب، وهذا الخيط هذا كيف ما كتشوفوا يكون مطلوق، ما يكونش لاصق يعني ما يكونش مجرور، يكون شويه مرخوف. غادي نجمع هادي بواحد الغريزه، وهذه هي علاش هضرت لكم راه نفس الخدمه. كاين اللي كيجمعها تيجمع هذه كامله بغرزه، وكاين اللي كيجي كيجمع يعني كيهز غير النص ديالها كيضرب في وسط الغرزه
وكيخدم، راه بجوج بيهم كيجيو تقريبا نفس الشكل. انا غادي نمشي معكم بهذه الطريقه، نبقى نجمع باش باش ما تلفوش. غتخدموا من نهار تخدموا هذه، غتجيكم هذيك اللي كتهز غير نص، غير تضربي في الغرزه غتجيكم سهله. صافي غادي نهزوا هذه الغريزه، هذه غادي نديرو نهزوها، يعني نخدمو غريزه فوق منها. كيف ما كتشوفوا الخيط ديالي راه هو داير لهنايا، داير لهنا، وكاين ليا الخيط فوق الابره على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا غير كنديروا الحبيكه ديالنا على دوك جوج خيوطه، وكنرجعوا للثوب. كيف ما كتشوفوا هنايا ضروري الغرزه ديالنا اولا الضريبه في الثوب نزيروها، ولكن الخيط يبقى مرخوف باش نلقاو فين غادي نعمر، باش ما تجيش مدقصه. غادي نجيو لهنايا، غادي نهزوا هذه بواحد الغريزه على هذا الشكل هذا. فاش نعمروا ديك الغريزه تيتكون عندنا الخيط الثاني اللي هو هذا. هي هنايا راه هي باينه، ها واحد ها جوج، هادو غادي نجمعوهم بواحد الحبكه على هذا الشكل هذا. صافي وكنمشيو بهذه الطريقه هذه. هنايا غادي نعمرو بواحد الغريزه، كيف ما كتشوفوا، وهاد جوج خويطات نعمرو فيهم حبكه. الضريمات اللي كيكونوا في الثوب هنايا ما بين بعضياتهم نحاولوا اننا نبعدهم واحد شويه، ما نخليوهمش مقاربين بزاف، باش تجينا الملاقيه مفرزه. كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، ونخدموا هنايا واحد الحبكه. Thank you.